السلام عليكم ورحمة الله. حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين من استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي وتسليحهم بهدف زعزعة أمن واستقرار الخليج والمنطقة. في غضون ذلك أعلنت أبوظبي استدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في الإمارات احتجاجاً على تزويد طهران ميليشيا الانقلاب بالأسلحة في اليمن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي فرص نجاح التصعيد الدبلوماسي في محاسبة إيران على خروقاتها في اليمن؟ وما مدى قدرة المؤسسة الدولية على حماية قرارها الخاص بشأن اليمن والذي يحظر دعم وتمويل إيران للحوثيين بالسلاح؟ بعد رصد وتوثيق الكثير من الأدلة والشواهد على خرق إيران للقرار الدولي الخاص باليمن عبر عملياتها لتهريب الأسلحة للحوثيين وقوات المخلوع، قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة تعتزم تقديم شكوى مدعومة بالأدلة والصيغ القانونية إلى مجلس الأمن بشأن التدخل الإيراني في اليمن عبر دعم وتمويل ميليشيا الحوثي والمخلوع. يذكر أن قوات الجيش الوطني بالتنسيق مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في التحالف العربي دمرت طائرة عسكرية إيرانية بلا طيار في مدينة المخا من خلال صاروخ جو أرض يوم السبت الماضي. الكثير من التفاصيل حول موضوع الحلقة في التدخل الإيراني في اليمن والمواقف الإقليمية والدولية بهذا الخصوص نتابعها في هذا التقرير، ومن ثم نبدأ النقاش. معركة بأبعاد سياسية هذه المرة، والعدو الذي يقف في الطرف الآخر من المواجهة هو إيران. هذا المنح السياسي لطبيعة المواجهة أفرزته المعركة العسكرية التي تدور رحاها في الساحل الغربي من اليمن. فالحكومة ومعها التحالف أمسك بأكثر من دليل على تورط طهران في دعم تمرد الحوثيين والمخلوع صالح وفي إطالة أمد الحرب وإغراق البلاد في الفوضى والعنف. لا يبدو أن الأمر سيتوقف عند حدود التراشق الإعلامي، فنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أكد عزم الحكومة على تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن التدخل الإيراني واستمرار هذا البلد في تهريب السلاح إلى المتمردين، مسعى تعززه الأدلة القوية التي حرزتها الأمم المتحدة عن تورط إيران في تهريب لم ينقطع للسلاح إلى بلد تطحنه الحرب. المخلافي لفت في تصريحات له إلى أن الطائرة الإيرانية بدون طيار التي حاول الإنقلابيون إطلاقها قرب المخا تكشف حجم التدخل وتهريب السلاح الإيراني للإنقلابيين بما يخالف القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن. موقف تناغم مع تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي اعتبر في تغريدات له بحسابه في تويتر إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في اليمن دليلا على تورط إيران في دعم التمرد وإطالة الحرب. يأتي ذلك فيما تلقت السلطة الشرعية دعما سياسيا قويا عبر عنه البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للمنتدى العربي الروسي والذي عقد مؤخرا في أبوظبي، وأكد هذا البيان دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي وإدانته لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذت خارج إطار الشرعية وتنتهك القرارات الدولية وتعرض جهود عملية السلام للخطر. موقف يحمل الكثير من الرسائل خصوصا لبلد مثل إيران الذي راهن على دعم ميليشيا مصنوعة بذات القالب الموتور لتكون أداة تفجير لصراع طويل الأمد في منطقة لا تقبل بتجاوز الحد المسموح به من المغامرات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط، وكذلك سيكون معنا من دبي المحلل السياسي الأستاذ علي الزكري. أبدأ مع الأكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، حياكم الله. مرحبا بك دكتور. لو بدأنا من الموقف الأمريكي الأخير، كيف يمكن فهم المنح التصعيدي في مواجهة إيران على خلفية تدخلها في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيما يتصل بالتدخل الإيراني في اليمن من حيث المبدأ، هذه مسألة مقطوع بها، وما حدث مؤخرا هو دليل إضافي وليس دليلا أصليا، بمعنى أن الكل يعلم وعلى يقين بأن المشروع الحوثي في اليمن هو امتداد للمشروع الطائفي الإيراني في المنطقة، وهو يعني أحد تمظهرات هذا المشروع الإيراني. فليس ثمة جديد في المسألة بقدر ما هي نعم. يعني دليل إضافي. ربما الجديد يعني دكتور، نعم دكتور عبد الله، ربما الجديد هو ما أردت في سؤالي، هو الموقف الجديد بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة التي صعدت من خطابها أمام إيران وتدخلها في اليمن.
نعم هذا صحيح، ولكن حتى هذه المسألة نحن لسنا على يقين ما إذا كان الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة سوف تقوم بنقض الاتفاق مع إيران الذي وصف بأنه كارثة. إلى الآن ليس هناك مؤشرات حقيقية على ذلك، أم أن الولايات المتحدة تريد أن تستخدم هذا الخطاب التصعيدي مع إيران لحل إشكالات مع إيران على يعني بعض الجبهات الأخرى. الإدارة الأمريكية اليوم منشغلة بجملة من المعارك في الداخل، معركتها مع إيران إلى هذه اللحظة طبعا لم يمضي على الإدارة أكثر من يعني أقل من أسبوعين في البيت الأبيض الآن، لكن معركتها مع إيران إلى هذه اللحظة هي معركة يعني لفظية ليست أكثر من ذلك. هل سوف تمضي إدارة ترامب إلى أبعد من هذا الصراع اللفظي مع الإدارة الإيرانية؟ هل تريد بهذا أن يعني تشاغل إيران؟ هل تريد بهذا أن تحل بعض الملفات المعقدة على جبهات أخرى، الجبهة السورية، الجبهة العراقية في الخليج إلى آخر ذلك؟ هذا الأمر لم يتضح بعد. ولكن قطعا يعني العلاقة مع إدارة ترامب ليست هي العلاقة مع إدارة أوباما. هناك قدر من التوتر، هناك قدر من الاختلاف على كثير من الأمور، لكن إلى أي مدى؟ هل هذا الخلاف سيتحول إلى خلاف استراتيجي سوف ينقض بموجبه الاتفاق الإيراني الأمريكي أم لا؟ هذا ما سوف تثبته الأيام. كذلك فيما يتعلق بالحملة الأمريكية على إيران بخصوص تدخلاتها في اليمن، أيضا تأتي في إطار تصور أمريكي جديد لمعادلات الصراع أو معادلات الأمن الإقليمي في منطقة الخليج. هذه المسألة أيضا لم تتضح بعد. الولايات المتحدة شنت غارة يعني غير معهودة قبل بضعة أيام على ما زعمت أنه القاعدة في حضرموت، وكانت الغارة حقيقة يعني فيها 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 شيء من الخروج على المعهود الأمريكي، سرب من طائرات الأباتشي. تقصد ما حدث في البيضاء؟ نعم دكتور عبد الله، تقصد ما حدث في البيضاء؟ نعم. يعني السؤال، إذا كانت الولايات المتحدة محتقنة إلى هذا الحد على التدخل الإيراني وعلى المشروع الحوثي في اليمن، لماذا لم تقوم بخطوات جادة في يعني تفكيك هذا المشروع الذي مضى عليه الآن أكثر من يعني سنتين؟ نعم. طيب دكتور عبد الله، اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث المحلل السياسي الأستاذ علي الزكري من دبي. أستاذ علي، برأيك كيف، هل تتفق مع ما طرحه دكتور بأنه لا يوجد موقف من الإدارة الأمريكية بقطع يد إيران في تدخلها مثلا في اليمن، أم ربما هي عبارة عن مناوشات إعلامية لا أكثر وتصريحات لوسائل الإعلام فقط؟ أنا أتفق مع الدكتور جملة وتفصيلا، لأنه لا يمكن حتى هذه اللحظة الاستناد إلى موقف أمريكي واضح صريح، ولا يمكن البناء على هذه التصريحات الإعلامية للتعويل على موقف أمريكي مغاير من الملف الإيراني ومن إيران عموما وتدخلها ليس فقط في اليمن وفي المنطقة عموما. هناك ترامب ذهب إلى ما هو أكثر من ذلك مساء أمس بتغريدة له على تويتر يقول فيها أن إيران استولت على أكثر مما ينبغي في العراق، وهو البلد الذي دفعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3 تريليون دولار. إلى أي مدى ستصنع هذه التصريحات وهذه المواقف اللفظية تحولا في الموقف الاستراتيجي الأمريكي؟ أعتقد أنه هذا من السابق لأوانة، ولا ينبغي علينا أن نعول أو أن نبني مواقف مستقبلية بناء على هذه التصريحات. نعم، على الأقل هذه المواقف الجديدة تأتي في خدمة التحالف العربي وخدمة الشرعية في اليمن. إذا ما استغلت الشرعية والتحالف العربي لهذه التصريحات، هل باعتقادك سيتغير على أرض الواقع من مجريات الأحداث والمعركة لصالح الشرعية والتحالف؟ أنا أعتقد أنه لا ينبغي على سواء على الشرعية في اليمن أو على قوات التحالف أن تركن إلى هذا الموقف الأمريكي. عليها أن تمضي في المشروع الذي تسير فيه، وهي استعادة الدولة، استعادة السلطة، استعادة المناطق. وهذا الأمر إذا ما سيجبر
ليس فقط الإدارة الأمريكية وإنما غيرها من الإدارات على تغيير مواقفها مما يجري في اليمن. لا ينبغي أن يكون تحرك التحالف أو الشرعية في اليمن استنادا إلى ما سيكون من الإدارة الأمريكية. يجب أن يكون هناك هدف واضح استراتيجي باستعادة الدولة ومؤسساتها واستعادة الشرعية في اليمن، وعلينا أن نحقق هذا الهدف بشتى طرق مهما كانت المواقف الأمريكية مع أو ضد. نحن نعلم أن هناك شبه تناغم أمريكي حوثي في اليمن، وبالتالي لا ينبغي علينا أن نعول على هذا التحول. هل تعتقد بأن هذا التناغم أستاذ علي، هذا التناغم هل باعتقادك لا زال مستمرا مع الإدارة الجديدة لترامب التي بدت ربما معادية لإيران منذ يعني حملة الانتخابية وليس يعني منذ وصوله إلى البيت الأبيض؟ يعني إذا ما نظرنا إلى التصريحات ترامب تجاه إيران، فربما تكون أخف التصريحات تجاه الكثير من الدول والمناطق الأخرى. لا ينبغي أن نعول كثيرا على تصريحات ترامب تجاه إيران، لأنها ما تزال يعني حتى أنها تصريحات ليست بتلك الحدة التي يعني ما أقصد أن أقول أنه لا ينبغي علينا أن نضخم من التغير اللفظي الحاصل في الموقف الأمريكي من إيران. ينبغي علينا أن نضع الأمور في نصابها وأن نأخذ هذه التصريحات بحجمها ونحكم على الأفعال لا على مجرد الأقوال. نعم. طيب أستاذ علي، أعود للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، استدعاء الإمارات العربية المتحدة للسفير الإيراني والاحتجاج على دعم الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع بالأسلحة إلى يعني في أي جانب تصب هذه التحركات من قبل الإمارات نحو إيران؟ لا شك أن هكذا خطوات دبلوماسية تصب في مصلحة الصراع الدائر مع الحوثيين، وإن كان تأتي في سياق الصراع الدبلوماسي والسياسي. نعم. ولكن هذا قطعا لن يغير من يعني معادلة الصراع على أرض الواقع، ولكنه موقف سياسي وأخلاقي محمود لدولة الإمارات باعتبارها أحد الفرقاء المشاركين في الحرب على الحوثيين. لكن ما ننتظره من منظومة التعاون ومن التحالف العربي فيما يتصل بالعلاقة مع إيران، ننتظر ما هو أبعد من ذلك، أبعد من مجرد الاستدعاءات الدبلوماسية وتوجيه شيء من اللائمة. فهذا لن يغير من الموقف الإيراني شيء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن نلحظ، وهذا أمر حقيقة مؤسف، نلحظ أن العلاقات الخليجية الإيرانية باتت مؤشرا على العلاقات الأمريكية الإيرانية. فكلما اشتدت يعني أو توترت العلاقات الأمريكية الإيرانية، كلما انعكس ذلك على العلاقات الخليجية الإيرانية، كلما يعني شهدت هذه العلاقة الأمريكية الإيرانية شيء من يعني التماهي أو التحسن أو التقارب، انعكس ذلك أيضا على الموقف الخليجي تجاه إيران. نحن ندعو دول الخليج إلى أن تنظر إلى إيران بمنظار آخر لا علاقة له بالعلاقة الأمريكية الإيرانية. الآن هناك شيء من التوتر، هناك موقف حاد من إدارة الرئيس ترامب تجاه إيران، وإن كان لا يزال موقفا لفظيا. أنا أعتقد أن هذا الموقف الأمريكي، أولا ما يصدر في هذه اللحظة عن الإدارة الأمريكية يعني يجب أن لا يعتد به كثيرا، لأن الإدارة ما زالت في طور التخلق والتعرف على الأداء يعني السياسي في المنطقة. دكتور، موقف الإمارات موقف الإمارات هذا الدبلوماسي الذي قامت باستدعاء السفير الإيراني، هل هو يعني يمثل التحالف العربي بشكل عام أم ربما هو موقف الإمارات وحدها؟ أنا أتصور أنه يمثل موقف التحالف، يعني ما في شك في ذلك، على اعتبار أن هذا الاستدعاء جاء في سياق المؤتمر العربي الروسي المنعقد في أبوظبي الآن، والإمارات يعني تقوم بدور فاعل في هذا التحالف، ولها حضور عسكري كما أن لها حضور سياسي. لكن ما يعني النقطة التي يعني وددت الإشارة إليها، أخشى أن يكون هذا التصعيد الأمريكي وحتى هذا التحرك الخليجي إزاء إيران، أخشى أن يكون تحريكا للمفاوضات المرتقبة في عمان. وليس يعني موقفا استراتيجيا او تحولا في الموقف الاستراتيجي إزاء إيران. ارجو ان لا يكون الامر كذلك، ولكن المؤشرات تشير الى شيء من هذا. طيب استاذ علي الزكري، الدكتور عبد الله يقول بان مواقف التحالف العربي بما فيها الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه
هي يعني تجاه إيران ربما يعني تبنى بشكل مباشر على الموقف الأمريكي، إن كان هناك تقارب أمريكي إيراني ربما تتغير مواقف التحالف العربي أو دول الخليج مع إيران، والعكس في ذلك إذا ما كانت العلاقة تشهد توتر بين الأمريكا بين أمريكا وإيران. ما رأيك أنت؟ هناك لا شك نوع من التفاهم إن صح التعبير، يعني الدول المنطقة، دول التحالف العربي، دول الخليج العربي لا تعيش بمفردها، وهي تدرك تماما التطورات الاستراتيجية والتحولات السياسية في المنطقة وفي العالم. وبالتالي نحن تعودنا من دول الخليج العربي أنه لا تبنى سياساتها بشكل انفعالي أو بشكل عاطفي أو أنها تتأثر مع هذا الموقف أو ذاك. هناك خط سياسي واضح واستراتيجي واضح لهذه الدول في التعامل ليس فقط مع إيران وإنما مع مختلف الدول، دعنا نقول ذات الطابع الإدائي باتجاه دول الخليج. هذه الاستراتيجية تقوم أولا على مراعاة المصالح، على مراعاة الجوار، على مراعاة التطورات والأوضاع الإقليمية والدولية. وبالتالي الموقف الخليجي عندما يبنى من هذا من إيران هو يبنى ليس فقط في تقدير الشخصي على استنادا على تطورات الموقف الأمريكي، وإنما هناك مصالح خليجية، هناك مواقف أخرى غير خليجية، ومواقف روسيا الاتحادية الاتحاد الأوروبي. وبالتالي الدول الخليج عندما تبني مواقفها هي أولا تنظر إلى مصالحها، ثم تحاول أن تستفيد من التطورات في المواقف الدولية تجاه هذا البلد أو ذاك. بلا شك أنه هناك الآن نوع من الفرز الواضح بين دول مثل التعامل الخليجي وإيران، هناك حالة من العداء والاستعداء تمارسها إيران، هناك حالة من تصدير الأزمات وإثارة الأزمات في المنطقة تمارسها إيران، وهذه تنعكس سلبا على دول مثل التعامل الخليجي. لا ننسى أنه التجربة الصاروخية الإيرانية التي تمت قبل أيام استهدفت الفقاط واضحة ليس فقط لدول الخليج وإنما إلى المنطقة، لما أننا أمام تحول نوعي في العلاقات. وبالتالي لا أعتقد أنه دول الخليج ستكون مرتهنة للموقف الأمريكي، هي تحاول أن تستفيد من هذا الموقف أو تسخره لصالحها، لكن ليست لا تبني سياساتها استنادا إليه بتقدير الشخص. القرار الدولي أستاذ علي، القرار الدولي الذي يحظر على إيران تسليح الإنقلابيين في اليمن، ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع بالأسلحة، أليس الأحرى بالأمم المتحدة أن تدافع عن قرارها وتتحرك بشكل جدي أمام هذا الأمر؟ أم كيف تقرأ هذا يعني عدم الجدية في محاسبة إيران في مواصلة تدخلها وتسليح الإنقلابيين في اليمن؟ دعني أعيد إلى الأذهان أنه القرار 22/16 وغيره من القرارات المتعلقة باليمن، وتحديدا ذلك القرار كان قرارا انتصر فيه المجتمع الدولي لقيمه، لقيم الحق، لقيم العدالة، ولكنه تراجع بعد ذلك وحاول وما زال يحاول أن يطوي صفحة هذا القرار وأن يفرغه من مضمونه. تمثل ذلك في المبادرات المتكررة التي يقدمها المبعوث الأممي لليمن، في المواقف المتناقضة للدول للمجتمع الدولي إجمالا إزاء الملف اليمني. إذن نحن إذا قضية لا يمكن أنه الاستناد إلى المجتمع الدولي، المجتمع الدولي تحكمه مصالح، تحكمه علاقات، تحكمه تبادل أدوار من وقت لآخر. وبالتالي أنا أعتقد أنه المجتمع الدولي لم يكن جادا إلا في تلك اللحظة التي اتخذ فيها القرار، وبعد ذلك أصبح وكأن هناك نوع من الندم على صدور مثل هذا القرار، وأصبح الآن يحاول أن يتنصل من هذا القرار أو على الأقل يفرغه من مضمونه. نعم، أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي الأستاذ علي الزكري، كنت معنا من دبي عبر الهاتف. أعود للدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط. دكتور عبد الله، باعتقادك إيران ستستمر في دعم وتسليح الإنقلابيين لا سيما بعد استهداف الفرقاط السعودية وإعلان التحالف العربي بأن منطقة الساحل الغربي بما فيها الحديدة وميناء الصليف هي منطقة عمليات عسكرية؟
نعم أخي الكريم، لم يعد من شك أن المشروع الحوثي في اليمن هو أحد تمظهرات المشروع الإقليمي الإيراني، وبالتالي مسألة استمرار إيران في تبني واحتضان هذا المشروع كما قلت في يعني مطلع هذا الحديث مسألة مقطوع بها. الآن مسألة أن تتراجع إيران أو تأخذ خطوات إلى الوراء أو هذا وارد، أما أن تقطع إيران مع هذا المشروع الحوثي في اليمن فذلك أمر مستبعد في ظل المعادلات الإقليمية والصراعية القائمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا أود من دول الخليج مجتمعة بما فيها سلطنة عمان اللي خارج التحالف العربي أن تدرك حجم الخطر الذي يمثله المشروع الإيراني في المنطقة. اليوم بدأت تظهر خرائط جديدة تدعو إلى اليمن الكبرى، واليمن الكبرى هذا سيقتطع جزء من عمان، منطقة ظفار، وسيقتطع فيه أيضا جزء من المملكة، نجران وهذه المناطق المحادثة لليمن، المناطق السعودية. إذن نحن نتحدث عن مشروع إيراني واضح المعالم، وما الحوثيون إلا أداة من أدوات هذا المشروع. وبالتالي أن تتراجع إيران تراجعا كليا وأن تحدث تحولا في يعني مرئياتها الاستراتيجية، هذا أمر مستبعد في ظل المعادلات القائمة. لكن يمكن أن تأخذ بعض الخطوات إلى الوراء، يمكن أن تذعن لبعض الضغوط، هناك ضغوط أمريكية. هذه الضغوط الأمريكية قطعا في تقديري أنها لن تفضي إلى نقض الاتفاق الإيراني الأمريكي النووي، ولكنها قد تفضي إلى شيء من التلكؤ من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في الالتزام وتنفيذ هذا الاتفاق، قد تفضي إلى إحداث تعديلات ثانوية وليست جوهرية على هذا الاتفاق. ولكن الاتفاق في جوهره سوف يكون قائما، وما يصدر عن الإدارة الأمريكية الآن في هذه اللحظة لا يعتد به، فالإدارة مرتبكة ومتوترة ولم تفصح إلى الآن عن رؤية استراتيجية متماسكة فيما يتصل ب يعني الحضور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط عموما وفي منطقة الخليج تحديدا. الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا وسهلا، نور لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان. كما تحدث الدكتور عبد الله الغيلاني بأن الموقف الجديد بالنسبة لإدارة أوباما الذي بدأ من خلاله ربما داعم للشرعية في اليمن وداعم للتحالف العربي ويعني ضد سياسة إيران في المنطقة، ربما لا يعد كونه أو لا يمكن أن يعد عليه أو البناء عليه في اتخاذ مواقف حقيقية على الأرض. ما رأيك؟ لا، أنا أختلف مع هذا الرأي، لأنه الرئيس جميع ما أعلن عنه نفذه أو ابتدأ بتنفيذ كثير مما أعلن عنه، سواء على المستوى الوطني الأمريكي أو على مستوى السياسة الخارجية، إضافة إلى أنه بقراءة السيرة الذاتية وما نعرفه من متابعاتنا لأعضاء إدارته، جميع أعضاء إدارته لديهم مواقف متصلبة وصارمة جدا من إيران ومن هؤلاء. وزير الدفاع الذي له سيرة حافلة بالعداء والخصومة والنظرة السلبية نحو إيران منذ كان قائدا للقوات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، كذلك أيضا مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية. نعم أستاذ سليمان، إذن يبدو أنك أستاذ سليمان معذرة على المقاطعة، يبدو إذن أنك متفائل بالإدارة الجديدة بعكس التشاؤم الذي كنت تحمله من الإدارة الأمريكية السابقة أمام المنطقة، أمام موقف الأمريكان تجاه المنطقة وأيضا التقارب الإيراني الأمريكي. نعم هذا صحيح، لكن ربما الأخوان الذين يعني يريدون إمهال أنفسهم الحكم على السياسة الأمريكية مزيد من الوقت ربما يكون معهم حق، لأنه باراك أوباما نفسه عندما سلم الحكم أطلق تصريحات متفائلة واستبشرنا بها واحتفلنا، بل أننا احتفلنا به، وظهر فيما بعد أنه شخص معادي للمصالح العربية
ومتآمر عليها، بل أنه منع حلفاء بلاده من أن يعني يساهموا في الأحداث التي تلت خروج الولايات المتحدة. أستاذ سليمان، ربما هذا التحذير ربما ما ذكرته الآن في هذا الحديث حذر منه الدكتور عبد الله الغيلاني قبل قليل، بأنه يجب على قوة التحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي أن لا تكون سياسته مرتبطة بالسياسة الأمريكية فيما يخص الملف الإيراني. بمعنى آخر، إذا كان هناك تقارب إيراني أمريكي أيضا يحدث بعض من خطوط التواصل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعكس، ما رأيك أنت؟ أنا أختلف مع الدكتور عبد الله، يعني إذا كان مصرا على القول بأنه السياسة الخليجية تابعة للسياسة الأمريكية هذا غير صحيح، ربما تكون متفاعلة معها. إذا كانت السياسة الأمريكية تخدم المصالح الخليجية، والدليل أخي الكريم أن عاصفة الحزم قامت بغفلة عن الإدارة الأمريكية التي لم تبلغ إلا قبيل سويعات من قيامها، ولم تكن الإدارة راضية عن عاصفة الحزم، وحاولت الضغط على الشرعية وعلى التحالف لإيقاف العملية العسكرية، وكان هناك خلافات بين التحالف العربي وبالخصوص المملكة العربية السعودية وكيري بالذات الذي يعني طرح عدة مبادرات، ولكن بفضل أولا مقاومة الشرعية الحكومة الشرعية وبفضل المناورة السياسية للإدارة السعودية لم تجاوز هذه المبادرات. أنا أعتقد أنه أن الخليجيين يتفاعلون مع الإدارة الأمريكية عندما تكون مصالحهم متفقة مع المصالح الأمريكية، أما إذا كان العكس أنا أعتقد أننا شاهدنا وعلى مدى التاريخ الحديث وليس خلال هذا العام والعام الذي قبله، على مدى التاريخ كان هناك تباينات سعودية أمريكية في مختلف الأحداث. طيب أستاذ سليمان، فيما يخص الآن الاتفاق الذي حدث بين ترامب وأيضا الملك سلمان حول يعني ما يحصل في المنطقة وعلى وجه التحديد مثلا سوريا والملف اليمني وإقامة مناطق آمنة، هذا الاتفاق هل هو مؤشر وبادرة خير ل دعم التحالف العربي وعملياته في المنطقة وضد سياسات إيران، ما رأيك أنت؟ نعم، يعني مثل الاتصال الرئيس بالملك سلمان قبل عدة أيام مثل في الحقيقة حدث مهم جدا، يعني في واقع الأمر أنه فاجأ بعض المراقبين ولم يفاجئ البعض الآخر، بمعنى أنه تخصيص الرئيس لساعة أو أكثر من ساعة للحديث مع الملك حول قضايا المنطقة وحول العلاقات السعودية الأمريكية، هذا في واقع الأمر أعطى يعني فكرة حيوية جدا عن مدى تقدير وتوقعات الإدارة الأمريكية للدور السعودي، وهذا في الواقع يخالف ما كان يعتقده البعض من أن الإدارة تنظر للسعودية كمصدر لتمويل الأعمال المشاريع السياسية والعسكرية في المنطقة. أستاذ سليمان، أستاذ سليمان، لضيق الوقت سؤال أخير فقط، استدعاء أبو ظبي للقائم بأعمال السفير الإيراني على خلفية دعم وتمويل الانقلابيين بالأسلحة في اليمن، هل يمكن اعتبار هذا الموقف هو موقف دول التحالف العربي، وإلى أي مدى ربما سيساهم في قطع مواصلة إيران في دعمها للانقلابيين في اليمن؟ أنا ليس لدي شك أن الإمارات عبرت عن سياسة التحالف العربي وعن الضمير السياسي لشعوب التحالف وللشعب اليمني، لأن الموقف الذي اتخذته الإمارات موقف سياسي حازم ويعكس إرادة سياسية ويعطي فكرة جيدة جدا عن تماسك هذا التحالف، هذا أولا. وثانيا لا شك أنه الضربة التي وجه الحوثيون في العملية الانتحارية عبر القوارب للفرقاط السعودية
قد ضرب من قبل مثيلها لسفينة تجارية إماراتية. إذن وقبل ذلك وجهت ضربة لسفينة أمريكية. نعم. إذن هذا التحدي هو تحدي للأمن الإقليمي وللأمن الدولي، والإمارات تعبر عن المصالح الإقليمية والدولية. نعم. وأنا أعتقد أنه هذا جزء من الدبلوماسية الخليجية. أشكرك. القادمة. نعم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر أيضا لضيوفي من دبي الأستاذ علي الزكري المحلل السياسي، وكذلك للدكتور عبد الله الغيلاني كان معنا من مسقط. تقبلوا تحيا معد هذه الحلقة الزميل محمد القاسم، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.